السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دوسا مدينة. النهار إن شاء الله نقدم لكم واحد الموضوع خاص بعض الإضافات والمكملات الغذائية في تربية الأرانب. إذا ممكن إضافة بعض المكملات الغذائية للغذاء الرئيسي للأرانب، وهي عبارة عن مقاومة يعني هاد الأغذية ممكن أن أو المكملات ممكن أنها تكون مقاومة للأمراض المنتشرة إما في الأقفاص أو التربية الأرضية. وهذه المكملات إما هي عبارة عن فيتامينات، وذلك لزيادة الإنتاجية وكذلك لحماية صحة الأرانب. وهناك مضادات حيوية مثل تراميسين الذي يحمي من الالتهابات المعوية، وهناك أيضا مضاد الكوكسيديا أو الإسهال، وممكن استعمال الخل من حين لآخر لأن الأرانب كتمرض كثيرا بالإسهالات. وهناك أيضا الماء، بحيث أن الماء ضروري في جسم الأرانب كما هو ضروري لكل كائن حي. يعني كاين الناس اللي كيقول لك احنا ما كنعطيوش الماء للأرانب، وهذا راه خطأ، يعني خطأ شائع. أنا غادي نشرحه إن شاء الله في هذه الحلقة، لأن الماء هو ضروري لكل كائن حي أولا، فهو يساهم في تكوين الدم والسوائل الأخرى، وتتوقف كمية الماء التي يحتاجها الأرنب على عدة عوامل، منها درجة الحرارة والرطوبة ونوع الغذاء المستخدم ومرحلة النمو وحجم الأرانب. ومن بين هذه العوامل أيضا هناك عمر الأرنب، حيث أن الأرنب الصغير يحتاج الماء أكثر من الأرنب الكبير، يعني الناضج أو إحنا نقوله الأم أو مهم الذكر الكبير. أما في الجو الحار، الناس اللي يقولوا إحنا ما كنعطيوش الماء، فيستهلك الأرنب كميات كبيرة من الماء، ويقل استهلاك الماء عندما تتغذى الأرانب على مادة الأعلاف الخضراء، يعني النباتات الخضراء أو أي حاجة، يعني القشور ديال الخضر كتعتبر هي، وهي غالبا كتكون في النباتات الخضراء، يعني كتحتوي على نسب عالية من الماء. أما الأمهات المرضعات، وهو هذا لب الموضوع ديال هذا النهار، فتحتاج إلى كميات أكبر لإنتاج الحليب، يعني الماء راه كيساهم حتى في إنتاج الحليب، يعني ماشي نقول إحنا ما كنعطيوش الماء وباغي الأم أنها يولي فيها الحليب بزاف، هذا خطأ كبير وخطأ شاسع. ومن الأفضل يعني لكل مربي أنه من حين إلى آخر يزيد بكربونات الصوديوم يعني في الماء، لأن بكربونات الصوديوم كتمنع الانتفاخات. وهذا بيكربونات الصوديوم شحال واحد كيقول لي في التعاليق شحال النسبه انكم ديروا ملعقه كبيره في لتر من الماء. وهو هذا بيكربونات الصوديوم راه صالح لجميع الاعمار. انا شحال التعاليق يقول لك واش الارنبه الحامل ممكن اننا نعطيوها بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم صالح لجميع الأعمار، صالح للعشر، صالح للأم يلاه ولدت. مهم بيكربونات الصوديوم ديما تزيدوه مع الماء، وتا هو راه كيتعتبر مكمل غذائي بجانب يعني الفيتامينات أو أي حاجة مكملة غذائية. راه بيكربونات الصوديوم أنا كنحاول أنني نعطيه لهم ديما إلى جانب الخل. تا هو راه درت واحد الحلقه سابقه بيكربونات الصوديوم مع الخل، فهو يعني مضاد حيوي فعال، وهو غسيل كلوي، ممكن اننا نعتبره غسيل كلوي
يعني مجاني، خل ما كيت رخيص الثمن، وبيكربونات الصوديوم توا رخيص الثمن. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، ما تنساوناش بزر جام، الناس مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا. الى اللقاء في الحلقه المقبله، تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.